تقرير إلى الأمة، هذه محاولة لمعرفة ماذا حدث، ماذا يحدث، ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل القريب. الأسئلة اللي محيرة كل الناس، إحنا كنا في ثورة والثورة دي راحت فين؟ إحنا دلوقتي الوضع اللي إحنا عايشينه إيه بالضبط اللي وصلنا له؟ ثم إحنا رايحين فين نتيجة نمرة واحد ونمرة اتنين؟ مصر رايحة على فين؟ دي الأسئلة اللي الناس محتارة وعايزة إجابات ليها. لذلك هنحاول إن إحنا نجمد حوالي 27-28 شهر في كبسولة مدتها حلقة من ساعتين. خلينا نبدأ القصة من الأول، وحبدأها معاكم من شهر ديسمبر 2010 لما انعقد يوم 25 ديسمبر مؤتمر الحزب الوطني. الحزب الوطني اللي هو كان الحزب الحاكم وقتها سنة 2010، يعني قبل الثورة بشهر بالضبط، 25 ديسمبر في قاعة المؤتمرات في مصر الجديدة، كان وكأنه يحتفل بفوزه الساحق في الانتخابات البرلمانية. هذه الانتخابات كانت انتخابات مزورة، هذه الانتخابات كانت الخطأ القاتل الذي أدى إلى سقوط النظام بفعل نفسه وليس بفعل فاعل أو فعل آخرين. سقط النظام قبل أن تقوم عليه الثورة، لأن هناك استحالة نسبية لأي برلمان أن تكون هناك قوة وحيدة هي مسيطرة عليه بينما بقية القوى مستبعدة. هذا هو الدرس التاريخي، وهذا هو الدرس الذي يجب أن نتعلمه ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية أخرى. مفيش حزب لوحده يقدر يحكم، مفيش حزب لوحده يقدر ياخد معظم مقاعد البرلمان ويعزل الآخرين، مفيش حزب يعتقد أنه هو يقدر يعزل الآخرين، وإلا إذا خرجهم برا الشرعية، برا إن هم يكونوا جوه الملعب، هيقفوا برا الملعب ويرموا عليه طوب، ففي الآخر هو الخسران. ده درس في التاريخ بنتعلمه. لما حصلت عمليات التزوير وبدأ مؤتمر الحزب الوطني، أنا شخص ضعيف كنت موجود في قناة دريم بتكلم مع الأستاذة دينا عبد الرحمن، وقتها كان بتقدم برنامج صباحي في قناة دريم، وقلت ان هذه هي نهاية النظام، وده موجود واتذاع وحضراتكم شفتوه موجود على اليوتيوب. قلت ان احنا داخلين على خطر شديد جدا، وانه لا يمكن للنظام ان يستمر هكذا. اللي انا ما قلتوش انه بعد هذا الحديث بستة ايام، وحذرت ان الاقباط أضيروا ضررا بالغا، وأنهم لن يستمروا في حالة صمتهم، وأن الكنيسة بزعامة البابا أو قداسة البابا شنودة رحمة الله عليه لن تستطيع السيطرة على شباب الأقباط. حدثت عملية الانفجار المروع في قديسة القديسين في الأسكندرية، وخرج شباب الأقباط وثبت أن الكلام اللي قلته صح. بعدها بعدة أيام اتصل بي السيد اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية في ذلك الوقت، وهو رجل كنت أعرفه جيدا، كنت أحترمه احتراما شديدا، وكثير مما قيل حول هذا الرجل فيه ظلم شديد للغاية، وسيأتي يوم سوف يكشف التاريخ ماذا فعل عمر سليمان لمصر. ناداني وسألني سؤال، قال لي عماد أنت خرجت يوم 25 ديسمبر وقلت الكلام ده ليه؟ فقعدت قلت له انا عندي وقت، قال لي عندك كل الوقت. فقعدت اتكلم حوالي من ساعة ونص لساعتين الا ربع، اشرح له بالظبط كل حيثيات وجهة نظري ان هذا النظام في طريقه الى السقوط. كان قدامه نقطة صغيرة وقلم، وكان بياخد نوت، ولاحظت انه كتب كتير، ما نطقش ولا كلمة طول الوقت، ما قطعنيش ولا مر. بعد ما خلص الكلام أنا قلق، عايز أعرف هو مستدعيني ليه، جو وقتها سياسيا ملتهب. قلت له سيادة اللواء أنا قلت حاجة غلط؟ بقول لكم أنا بكلم رئيس المخابرات المصرية في مكتبه. فما ردش عليا بالصوت، عمل لي كده بالإشارة. قلت له طيب هل
في حاجة حضرتك مختلف معايا فيها في اللي أنا قلته؟ هعمل كده اهو برضو بالإشارة. قلت له طب يبقى المشكلة فين؟ راح مشاور كده اهو بصباعه على صورة، الصورة دي كانت صورة الرئيس، وأنا عارف إن هو بيحب الرئيس حسني مبارك شفاه الله حبا شديدا يعني. فاستغربت إن هو إزاي بيشاور على صورة الرئيس. قلت له الرئيس مشكلة؟ عمل كده اهو. قلت له أمال إيه؟ عمل لي كده اهو، يعني اللي حواليه. ففهمت إنه الرئيس قد عزل سياسيا قبل أن يسقط فعليا، وإنه بعد مرضه الشديد بعد دخوله في حالة الاكتئاب لوفاة حفيده أصبح قدرته على المتابعة محدودة، وأصبح شعوره بأنه هو يريد متابعة الأشياء مش كبيرة، وأنه هو الكعكة بتاعت المسؤوليات اللي كانت موجودة عنده تقسمت ما بين 5 و6 أشخاص، ما عادش الرئيس هو النقطة الرئيسية اللي بيتجمع عندها كل حاجة زي ما كانت طوال 30 سنة اللي فاتت. هنا يبقى معناها أنه الرئيس وإذا كنت بتحبه أو بتكرهه وقتها، أو إذا كنت معاه أو ضده، أو بتشوفه رجل عظيم أو بتشوفه رجل مستبد، هذا الرجل اللي بتتجمع عنده كل النقاط لم تعد كل النقاط أو كل المسؤوليات موجودة في إيده. بعض الناس كانوا بيعتقدوا أن الرئيس مبارك هو رئيس عسكري بس برداء مدني، وبعض الناس كانوا بيعتقدوا أنه ملوش علاقة بالعسكرية بعد ما ساب العسكرية، وأنه هو ممكن يكون الرئيس اللي هينقل مصر الحكم مدني بأقل تكاليف ممكن، وبعض الناس كانوا بيعتقدوا أنه هو بيمثل كل أخطاء المؤسسة العسكرية اللي الناس كانت بتكره. بصرف النظر هو كان إيه، الحقيقة أنه هو لما حكمنا 30 سنة يوم ما ساب الحكم كان البنك المركزي المصري في 37 مليار دولار، كان معدل التنمية 7.5%، كان السياحة كانت 12.5 مليار دولار في عائداتها، كانت البطالة بتنخفض، ومعدلات التضخم كان يمكن السيطرة عليها، وكانت يد الأمن في الشارع ثقيلة، فبالتالي ما كانش في انفلات أمني رغم المعاناة من سطوة الأمن. صحيح كانت التنمية ما بتوصلش للناس، كان معدل الفقر كبير، كان فيه مصالح شخصية كثيرة، كان زواج المال بالسلطة، كان هناك فساد سياسي ومال سياسي كثير موجود في البلد، كان فيه شيء بيحصل وشيء ما بيحصلش، كان فيه أخطاء وخطايا وكان فيه إنجازات. هذه الصورة الموضوعية، ما كانتش كل الصورة وردية وما كانتش كل الصورة كارثة، عشان بس نحاول نشوف الصورة كانت إزاي. البعض في الآخر كان بيحلم من الشباب ان احنا من 1952 كان عندنا ملك، هذا الملك قام عليه مجموعة من الضباط من الجيش وانتزعوا منه السلطة، هذا الملك كان يمثل في ذلك الوقت السلطة الشرعية، فجاء الجيش واستولى على السلطة، بعد ذلك تحولت لثورة او ما تحولتش لثورة دي قصة قابلة للجدل، لكن في نهاية الامر من 1952 مصر تحكمها مؤسسة الجيش. فكانوا بيروا انه حلم الاحلام انه مصر تستطيع ان تنطلق من حكم مؤسسة عسكرية باشكال مختلفة، سواء عسكري ببدلة عسكرية او عسكري لابس بدلة مدنية لكن تحتيها بدلة عسكرية سابقة، انه هو تنتقل الى دولة مدنية. ايه هي الدولة المدنية؟ الدولة المدنية هي الدولة التي يتم فيها حكم الشعب بالشعب عبر انتخابات حرة نزيهة ومن خلال آليات ديمقراطية يستطيع فيها الناس ان هم يختاروا زعيمهم، مش بناء على طبقة او جنس او مذهب او لون او ثروة او مؤسسة ينتمي اليها، ما يكونش عسكري وما يكونش ديني، ولكن يكون واحد من الناس زينا يجي يقعد مدته بالصندوق الانتخابي، ولما يجي يخسر الانتخابات يترك السلطة ويسلمها بسلاسة وبأمان، ويحدث انتقال سلطة بدون أي مشاكل، ولا يستند فيها على دبابة
أو على ميليشيا ما يحكمناش بمدفع رشاش أو يحكمنا بأن هو رافع كتاب الله ويقول أنا بحكمكم باسم الله، ولا يحكمنا باسم الدبابة ولا يحكمنا باسم الله. هذا كان حلم الدولة المدنية. لما قامت الثورة قلنا كويس، استطاع شباب نبلاء أن هم يقيموا هذه الثورة، كانش لهم أي مطالب شخصية. في 18 يوم سقط النظام. الحقيقة اللي لازم نقولها أنه بعض الناس يعتقدوا أنه الرئيس أكره على أن يترك السلطة. هذا الرئيس، وهذه معلومة أنا أؤكدها وعلى مسؤوليتي، وهو دلوقتي ولا يقدر ينفعني ولا يقدر يضرني، وهو في مستشفى وممكن يكون في حالة صحية سيئة، ففي نهاية الأمر هو لا حول له ولا قوة. هذا الرئيس لو أراد في ذلك الوقت أن يتشبث بالسلطة لاستطاع أن يتشبث بها. لو أراد ألا يترك السلطة كان من الممكن ألا يترك. كان كل حلمه أنه خلاص جيشي، أبنائي في القوات المسلحة، المشير الذي أنا اخترته واعتبره من أبنائي، المجلس الأعلى اللي هم رجالتي، كل هؤلاء في النهاية إذا أنا ذهبت وقضيت الفترة المتبقية لي من حياتي في مدينة شرم الشيخ التي أحبها في منتهى الهدوء، وأنا خلاص كنت أصلا عازف عن السلطة وزهقان منها، إذا رحت وقعدت هناك لن يتعرض لي أحد، ولن يلاحقني قضاء، ولن يلاحقني قانون، ولن يحاكمني أحد، ولن أدخل خلف زنازين، وإنه خلاص إذا كانوا هم عايزيني أمشي فأنا همشي. اللي حصل إنه كان الحلم إنه يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الجسر، يعني آخر مرة يكون فيها عسكريين يتولون السلطة وهم يقومون بنقل البلاد من حالة الحكم العسكري إلى حكم مدني منتخب، فعندهم أمانة يستلموا هذه الأمانة ويسلموها، فيكونوا الجسر للانتقال من حكم عسكري إلى حكم مدني. الذي حدث إنه انتقلنا من حكم عسكري لكن مش لحكم مدني، ولكن انتقلنا من حكم عسكري إلى حكم تيار الإسلام السياسي، اللي البعض بيشوفه على إنه حكم يستغل الدين أو حكم ديني. وجاءت نتيجة الانتخابات لتؤكد إنه حوالي فوق 72% من البرلمان هو ائتلاف ما بين الإخوان المسلمين والتيارات السلفية. ظهرت قوة التيار الإسلامي السياسي، وظهر ضعف مشروع المدني اللي هو التيارات الليبرالية أو الناصرية أو الماركسية أو شباب الثورة. في الوقت اللي كل الناس كانوا بينزلوا يتظاهروا ويعملوا احتجاجات فئوية، كان جماعة الإخوان والتيارات السلفية بتنزل الشارع تشتغل في العمل الاجتماعي. قوة جماعة الإخوان هي وجودها في الشارع. 83 سنة الإمام الشهيد حسن البنا درب أبناءه وأحفاده وكل الجماعة على منهج العمل الدعوي، العمل التطوعي، الوصول إلى الناس وربط الناس ببعضهم ببعض بحيث يصبحوا كلهم شبكة عنكبوتية كبيرة مرتبطة ببعضها البعض، من الفرد للأسرة للجماعة للمنطقة للمحافظة للجهة لمجلس الشورى لاسمه إيه ده مكتب الإرشاد إلى أعلى سلطة في هذه الجماعة، كلهم هرم مرتبط ببعضه يقوم على فكرة السمع والطاعة. طول الوقت هم يرون ان هم اقتربوا من بعضهم البعض واقتربهم من اخيهم في الجماعة او اختهم في الجماعة، هو ده اللي بيقربهم من بعض، ان اتحادهم داخل هذه الجماعة هو كأنه نوع من التنظيم المغلق المقفول عليهم، لما بيثقوا في بعضهم البعض بيتوحدوا مع بعضهم البعض، اذا جاءت الدعوة للتجمع او الاحتشاد فهم بيتجمعوا وبيحتشدوا وبيمتثلوا للأمر وبيكون عندهم خير نموذج للطاعة وللقبول. في الاستفتاء الأولاني دخلوا لكي يقنعوا المؤسسة العسكرية باتفاق ان احنا الوحيدين القادرين على الحشد، واعتقدت المؤسسة العسكرية انه في غياب الحزب الوطني وفي غياب اي حزب مدني قوي ان الرهان على الإخوان هو الحل،
افتكروا أن ده شهر عسل، لكن مش ممكن لجماعة الإخوان التي تقوم على السمع والطاعة والمؤسسة العسكرية اللي هي بتقوم على فكرة احترام القائد واحترام القيادة والسمع والطاعة أيضا، ولكن بطريقة أخرى لاحترامة التراتبية واحترامة القائد الأعلى واحترامة القائد اللي هو لما يجي يقول لي موت أو ارمي نفسك في النار فأنا صدقه، فعشان كده لازم أؤمن به إيمانا كمال. المؤسسة دي والمؤسسة دي دخلوا في شهر عسل لمدة عدة أشهر، ثم اختلف عند وثيقة الدكتور السلمي المعروفة، وهنا ابتدى الإخوان في الوقت اللي كل الناس كان بتشتغل فيه في أن هي تحتاج، ابتدى الإخوان في ذلك الوقت أن هم يكثفوا عملهم التطوعي، يكتروا السكر والزيت، يكتروا البطاطين في الشتاء، يكتروا مساعدة الأسر اللي عايزة تتجوز، يكتروا فكرة الدروس الخصوصية، يكتروا القوافل الطبية اللي بتنزل القرى، وكانت أكبر نسبة من القوافل الطبية في الفترة من آخر 2011 لحد آخر 2012. هذه الـ 12 شهر دي شهدت قوافل طبية في كل محافظات وقرى ونجوع مصر، واشتغل الإخوان من بيت لبيت ومن شارع لشارع، وهو ده الشغل الحقيقي في السياسة. السياسة عمل تفاعلي مع الشارع، مش كلام مجموعة ناس ظاهرة صوتية أو ظاهرة تلفزيونية زي ما زعماء جبهة الإنقاذ بيعملوا، يطلعوا يتكلموا في التلفزيون يقولوا آراء، لكن لما تيجي تقول له عندك كام واحد في الشارع، عندك كام واحد في سموستا مثلا في بني سويف ما يعرفش، تقول له عندك كام في أطراف مدينة بورسعيد ما يعرف، تقول له طب في شبرا الأقباط اللي هم موالين ليك قد إيه ما يعرفش، كلها ده كل الخريطة دي كلها موجودة بالاسم والواحد والمقر والقدرة ومين اللي بيجيبه ومين اللي بيجنده ومين اللي بيكلمه ومين اللي بيحاول معاه عند جماعة الإخوان. في سوفت وير، في شرايط ديسك موجودة عند جماعة الإخوان، منظمة تنظيم دقيق، وده لا يعيبهم، بالعكس ده معناه أنها جماعة بتتحرك في الشارع. هم مش الأغلبية، لكن هم الأكثر قدرة على الحشد، هم الأكثر تعبئة، هم الأكثر طاعة، هم الأكثر انضباطا، هم الأكثر سماعا لأوامر قيادتهم، هم الأكثر ترابطا، هم الأكثر خبرة في التعامل مع الشارع. كل هذا الموضوع خلاهم أنه لما جاءت الانتخابات الرئاسية هم اللي فوزوا، واستطاعوا بسهولة أنهم يستبعدوا قيادة الجيش ويعيدوا الجيش مرة أخرى إلى تكناته. فبالتالي الصندوق الانتخابي أدى بينا أن بدل ما ننتقل من دولة عسكرية إلى دولة مدنية، انتقلنا من الدولة العسكرية إلى الدولة الإسلامية أو الدولة الدينية. ما كانش في مشكلة، أنا واحد من الناس ما عنديش مشكلة أتعامل مع رئيس من تيار الإخوان أو ماركسي أو ناصري، فليكن من أي تيار هو عايزه، لأن ده اختيارات أيديولوجية أو فكرية هو من حقه أنه يختارها زي ما أنا من حقي أختار اختيارات. لكن كان دايما حلمي وحلم ناس كتير من اللي هم مش أعضاء في أي أحزاب، اللي هم بيمثلوا التيار الأعظم. أنتوا لازم تعرفوا معلومة أن عدد الناس اللي منضمين في مصر لأحزاب عددهم لا يزيد عن 3% من مجموع سكان المصريين. 3% بس من المصريين منضمين لأحزاب، كل اللي انتوا شايفينهم دول هم 3% من المصريين منضمين لأحزاب، والباقي هم غير مسيسين أو غير منتظمين لأحزاب ولا يتبعوا قيادة أحزاب، وبالتالي الكتلة الحاسمة التي يمكن أن تغير مصير أي انتخابات في مصر اللي بيسموها الكتلة الحرجة، كتلة الأغلبية، هي الكتلة الغير حزبية. إذا نزلت انتخابات تغير النتيجة، وإذا ما نزلتش يبقى القلة اللي هي في جماعة الإخوان أو في السلفيين، القلة أنا بقول لكم القلة، لأنها منتظمة، لأنها بتتحشد، لأنها بتتحرك، لأنها مخلصة لقيادتها، هي اللي بتحسم الانتخابات. أما إحنا حزب الكنبة اللي قاعدين في البيت، اللي بنتفرج على التلفزيون، اللي بناكل فشار أو بنجيب طعمية سخنة
وناكلها قبل ما ننام، ونتفرج على المولوتوف وهو بيترمي، ونقعد يا اما نعيط شويه نضحك شويه، يا نغير على قناه ميلودي نتفرج على فيلم او نسمع فيديو كليب، ونرجع تاني نشوف حصل ايه في المسلسل الهزلي بتاع الاضطرابات اللي هي في الشوارع. كل ده النوع ده من الناس في نهايه الامر لا يحسم شيئا. فاذا كانت هناك جريمه او اذا كان هناك اختطاف للسلطه، فنحن الاغلبيه مسؤولين مسؤوليه كامله عن اللي حصل واللي بيحصل واللي هيحصل. اوكي، اوعى تقعد في البيت وما تنزلش الانتخابات وبعدين تيجي تقول لي اصل انا مش عارف هو ايه اللي بيحصل في مصر او مصر رايحه لفين. لا، انت عارف مصر رايحه لفين. ساعه لما قعدت في البيت وما نزلتش تدي صوتك، انت ساهمت في ان مصر تختطف. كويس، وصل الإخوان للحكم وأصبحوا يديروا شؤون البلاد. تاني بقول لكم، كانش عندي مشكلة أن يكون رئيس مصر من الإخوان، شرط ثلاث حاجات هو أو أي حد يحكم مصر. ثلاث مطالب عندي وعند ملايين غيري كانوا بيحلموا بها. نمرة واحد، أنه يحقق لي أمن واستقرار، أقدر أمشي في الشارع، تقدر بنتي تمشي في الشارع، يقدر ولادي يروحوا المدرسة، يقدر مصالحي ما تتعرضش لخطر، يقدر شغلي يستمر، تقدر البنوك تبقى مؤمنة، يقدر أي حد في هذا البلد يشعر أنه يعيش في أمن وأمان في ظل دولة القانون. ده واحد. نمرة اثنين، أنه يستطيع أن يحقق نوع من العدالة الاجتماعية أو التنمية التي يمكن أن تهدئ من نفوس الناس. أنا عندي عشوائيات وناس بيعيشوا في عشوائيات حوالي 20 مليون واحد هم تحت خط الفقر. عندي كل سنة بيخش طلب الزواج حوالي 500,000 مواطن. عندي عجز في الإسكان حوالي 1,000,000 وحدة سكنية كل سنة بتزيد. عندي ناس عندهم حرمان نفسي وحرمان جنسي وحرمان سياسي، كل سنة بيشعروا بتوتر وباحتقان، وإنه مفيش أمل عندهم ولا في فرصة عمل ولا في فرصة زواج ولا في قدرة على أن كلهم أي مستقبل في الدنيا. عند ناس ابتدت أن هي، وأنا آسف أن أنا بقول ده، تمسك صفائح الزبالة وتدور فيها على الأكل. ابتدى الناس كتير من عائلات كريمة يكلموا بنك الطعام لأنهم عايزين وجبات لأنهم مش قادرين يأمنوا قوت يومهم. ابتدى ناس في الآخر يفكروا أنهم يموتوا بدل ما يتعالجوا، لأنه سعر الموت أرخص من سعر العلاج. ابتدى يبقى في ناس يفكروا في الهجرة ومغادرة البلاد نهائيا. ابتدى ناس من حملة الدكتوراه أنهم يطلبوا أقل وظيفة ممكنة، وما عندهمش مشكلة حتى أن هو يشتغل عفوا في مطعم أو يشتغل في أي حاجة لأنه مش لاقي ياكل، لأن هي دي الفرصة الوحيدة له نقدر يكفي بيته. ابتدى ناس يشتغلوا شغلانتين وثلاثة، حتى لو شغلانة كاشير في محل سندوتشات. يعني لما تتعرف على الناس وتعرف خلفية كل واحد منهم مشاهداته، تعرف انه صحيح الشغل مش عيب، لكن الناس ما بتشتغلش في تخصصاتها لانها شعر ان هي خلاص السيف بقى على الرقبة واصبحت احتياجات الحياة صعبة ومش عارفين نعمل ايه. البلد هنا بقت في حالة صعبة جدا. دي العدالة الاجتماعية. الهدف الثالث اللي كنت بحلم انه اي حاكم يجي يحكم مصر ويستطيع ان هو يحقق، قلنا نمرة واحد الامن والاستقرار، نمرة اثنين العدالة الاجتماعية، نمرة ثلاثة الحرية في ظل دولة القانون. الثلاث اهداف دول للأسف في الثمان تسع شهور اللي فاتت تعرضوا لضغوط شديدة جدا، ودخلنا في مشاكل غير ممكن. المشكلة الأولى اللي دخلنا فيها إنه الاستقرار في الشارع المصري أصبح صعب، زادت معدل الجريمة، وأيضا ابتدى يبقى فيه العنف سلوك أو كأسلوب حياة. ومهما طالبنا الشرطة، عشان أرجو إن احنا ما نقعدش ليل نهار نلوم الشرطة، إن هي اللي تثبت إن هي قادرة على تحقيق الأمن، لا، في حركة مجتمع تميل إلى العنف. إذا أراد المجتمع أن يحول أسلوب حياته إلى أنه العنف هو وسيلة حياة، محدش هيقدر عليه. أنت مش هتقدر تجيب جندي لكل مواطن. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أصبحت فكرة العدالة الاجتماعية مصر فيها
وقاد هنا بقى دي الإحصاءات اللي أنا نفسي أن أنتوا تشوفوها على الشاشة عشان ما بقاش أنا بتكلم من دماغي أو بحاول أن أنا أقول حاجات غير عادية، اللي هي خسائر الاقتصاد المصري منذ الثورة حتى الآن وفقا لتقارير الخبراء. خسائر الاقتصاد المصري في 2011 يعني عند الثورة أول سنة في الثورة كانت 200 مليار جنيه، بكرر 200 مليار جنيه. لازم تعرفوا ان ده يوازي حجم ميزانية البلد في الوقت ده، يعني انت خسرت قد ميزانيتك في السنة دي. طيب السنة التانية لان الامور ابتدت تهدى شوية كان خسائر الاقتصاد المصري في 2012 100 مليار جنيه، يبقى عندي سنة فيها 200 والسنة التانية فيها 100. الخسائر في 2013 حتى الآن 30 مليار جنيه حتى الآن، وينتظر ان هي 50 مليار جنيه حتى الآن، وينتظر اذا مشي بنفس المعدل ان تكون 100 كمان. فاذا مشي المعدل كده 200 زائد 100 زائد 100 السنة دي، يبقى احنا بنتكلم في 400 مليار جنيه. 400 مليار جنيه يعني اجمالي ميزانية دولة مصر كلها في سنتين، يعني خسرنا ميزانية سنتين كاملين. ازاي بقى الاقتصاد ده يقدر يقف على رجليه تاني؟ هذا الوضع وضع خطير جدا، يصعب على اي انسان ان هو يستطيع ان هو يتخيله. طب عايزين نشوف كمان علاقة الاحداث السياسية اللي كبدت البورصة خسائر فادحة. ففي الاعلان الدستوري اول ما صدر الاعلان الدستوري حصلت مظاهرات، نتيجة مظاهرات الاعلان الدستوري البورصة خسرت 33 مليار دولار جنيه بسبب مظاهرات الاحتجاج على الإعلان الدستوري. طيب لما جت مظاهرات قدام قصر الاتحادية، احنا بنشوف مظاهرات اللي كان بسبب الإعلان الدستوري ادي 33، البورصة اتحملت بقى نتيجة المظاهرات اللي قدام الاتحادية 9.6 مليار جنيه بسبب اشتباكات الاتحادية. يعني اشتباكات الاتحادية دي مش مشكلتها بس ان في شهداء او ان في ناس اتعورت او ان في مولوتوف، لا، ده نتيجتها ان احنا خسرنا من جبنا 9.6 مليار جنيه. طب لما صدر قانون الضرائب الجديد البورصة خسرت 2 مليار جنيه خسائر البورصة بسبب قانون الضرائب قبل ما يتم إرجاءه اللي هو الضريبة على البورصة. لما جه الدستور البورصة استقبلت إقرار الدستور، مع أن المفروض يحصل العكس، يعني في الدول لما تستقر وتقبل الدستور نتيجة قبول الدستور يتحسن أداء البورصة، لا، الحالة في مصر كانت عكسية والبورصة خسرت 4.8 مليار جنيه، وهذا الوضع نتيجة ان الناس او القوى السياسية او المؤسسات المالية الكبرى سواء مصرية او عربية او دولية اللي هي عندها وعي سياسي كبير ادركت ان اقرار الدستور بهذا الشكل لن يؤدي الى استقرار او وفاق، فبالتالي قامت بالخروج من السوق. ده الشكل اللي احنا بنتكلم عليه، يبقى ده بالنسبة للعدالة الاجتماعية وبالنسبة للاقتصاد. نيجي للهدف الثالث اللي كنا بنحلم بيه علشان يقدر هذا النظام السياسي ان هو يستمر، ان احنا في الاخر يبقى عندنا حرية في ظل دولة القانون. طبعا مش هكلمكم عن الصدمات التي حدثت ما بين السلطة وما بين الهيئات القضائية وما بين المحكمة الدستورية وما بين المؤسسة الإعلام المستقل والإعلام الحكومي، وحدث بالفعل نوع من التجريح والانشقاق والوضع الذي أصبح سمته الشك ما بين الطرفين، الشك ما بين سلطة تحكم وما بين معارضة، الشك ما بين سلطة تحكم وما بين النخبة السياسية، الشك ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، الشك ما بين الشارع والحاكم، ما بين الحاكم والمحكوم. الحكم في أي حتة في الدنيا يقوم على فكرة الثقة، والثقة في مصر الآن هي الأزمة. مفيش حد في مصر النهاردة إذا جيت حطيت قدامه كاميرا وميكروفون وسألته تقول له طب أنت رأيك إيه بكرة، فحيقولك إنه بكرة بالتأكيد مش أحسن من النهاردة، رغم أن النهاردة
صعب جدا. لكن أزمة مصر مش نقص السيولة النقدية، مش الربعمائة مليار اللي بنخسرهم وحنخسرهم، ولكن أزمة مصر هي نقص الأمل. لا يوجد أمل لدى المواطنين، لا يوجد أمل إنه طيب هنربط الحزام على بطننا هنتحمل، لكن في الآخر هننجح، هنقدر نبني حلمنا، هنقدر نبني مجتمع أفضل لأطفالنا، هنقدر نأمن كوب لبن لكل واحد في من أولادنا في المدارس، هنقدر نقدم رعاية صحية أفضل، هنقدر نعمل تعليم عصري متقدم، هنقدر إن إحنا يكون عندنا طرق وكباري ونقدر نمشي في الشوارع بدون اختناقات، هنقدر إن إحنا نحس إنه بكرة أحسن من النهاردة. هذا الشعور مش موجود، وتلك هي أزمة هذا النظام أو أي نظام يحكم، مش قادر إن هو يبيع أمل أو يسوق أمل سواء صدقا أو كذبا، مش قادر يصدر الأمل للناس، لكن شكله على إنه في خطر شديد، خطر داهم يتصاعد كل يوم، وإنه البلد تنتقل من سيء إلى أسوأ. هذا هو الشعور اللي عند الناس، وإذا كان الشعور ده حقيقي أو مزيف بسبب المعارضة أو بسبب الحكم، مصطنع أم, أم, أم فعلي، هذا هو الوضع اللي هو موجود. فوصلنا إلى وضع خطر، وصلنا طبعا إلى الوضع الأخطر، وهو علاقة الحكم بالمعارضة. علاقة الحكم بالمعارضة دي قصة طويلة، تسمحوا لي بعد الاستراحة الإعلانية أحكيها لكم عشان نعرف الأزمة اللي احنا وصلناها النهاردة هي جت إزاي، وممكن الخروج منها إزاي إذا كان ممكن الخروج منه، إذا كان تاني ممكن الخروج منه. الحكم والمعارضة قصة مهمة جدا بعد الاستراحة الإعلانية.